صدق داري يقول بأي صفة تتكلم على الناس؟ عزيزي بينت الصفة، راجع المحاضرة، راح تجي المحاضرة تلقاها على قناة اليوتيوب وراح تعرف الصفة. نعم، أحسن دكتور، جزاك الله خير. هل الإخبارية كفار؟ لا عزيزي، كفار شنو؟ شنو الحجم؟ حكيت بالانتخابات هواي بالسياسة كاف اطلاقا. التقليد والاجتهاد واجب نعم عزيزي، واجب، واجب بالقرآن وواجب بالسنة وواجب بالعقل وواجب بالسيرة. طبعا اللي يخافون من التحقيق هم الناس اللي يعرفون ان هم عندهم مشاكل، عندهم مشاكل، يعرفون هم عندهم مشاكل، ولا ليش خايف؟ وش خايف؟ انا دققت لناس كبار يعني شخصيات يعني يعني لما قلت له مثلا عالم، عالم كبير، واحد من طلاب سيد محمد باقر الصدر، فجم جابوا لي بحثه شفته وقلت لهم جماعه ما اقدر ابلغوه، قلت لهم انا ابلغ، رحت قلت البحث وديته له، قال لي احنا ما تعلمنا بهاي الطريقه نكتب، انت اختصاص، انت رتب البحث بالطريقه اللي صحيحه. ما اعترض انا، كل شيء تسوي صح. نعم صح صح دكتور، هو بعد بالنتيجة خلص، انت كلام داخلك انت ما مسؤول عنه، بس تقوله بعد خلص تصير مسؤول عنه، صرت رهينة الكلام. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم بحث طارئ، لأنه أساسا احنا ما عدنا شيء. نعم نعم هذا ما شفته، هذا عفوا. شيخ نش قضيتك شيعية شيعية؟ لا عزيزي مو شيعية شيعية، احنا تحدثنا حتى عن واحد من السلفية، ابن قيم الجوزية ايضا، قلنا بانه عنده مشاكل بالانتحالات، وهذا مو شيعي، هذا سلفي. فقضيتي مو شيعية شيعية يا عزيز، انت متوهم. عفوا، الحيدري تطاول على النبي يونس بتفسير الآية لا تكن كصاحب الحوت. خلينا نشوف الكلام مالته، وإن شاء الله نرد عليه إذا هذا الكلام مالته هو ثابت علي نرد عليه، ما عندنا أي مشكلة. أنا مو معناته ما أرد على الحيدري دائما، لكن بودي أنه لما ردن عليه ردن على شيء يقوله يعني يتبناه، لأنه نعرف كل زين أنه المقاطع مال السيد الحيدري ترى جاي تقطع بطريقة مدروسة، مدروسة وبإشرافه، إشرافه المباشر. وخاف واحد يقول ترى لا أنا عندي تسجيل، أنا عندي تسجيل لمكالمة، تسجيل فيديو لمكالمة مع واحد من طلاب الحيدري وسألت عن هذه القضية وقال نعم المقاطع تقطع في المكتب. عزيز لأنه المرجع يعني يعرف الشغل مالته. عزيزي اللعن بالصفة، اللعن بالصفة ليس هناك منع،
اللعن بالصفة ليس هناك من، اللعن بالأسماء نعم ما وارد، هذا مو منهج. اللعن بالصفة ما عندنا مشكلة، لأن اللعن بالصفة وارد حتى في القرآن الكريم، أما اللعن بالأسماء هذا ما وارد. أنا ميرزا هل أعتبر من ذرية رسول الله؟ يعني أنا هل أنا حفيدة؟ لا لا عزيز، والإنسان ينتسب إلى إلى الأب، إذا تقصد رسول الله يعني الأب. هل يمكن للشيخ اليرواني أن يكون مرجع؟ خب ممكن، خب شنو ممكن؟ أنا عندي مسألة عن السيستاني محيرتني، عادي تقبل الجيست واشرح لك المسألة؟ عزيزي روح للسيد السيستاني واشرح ليش تشرح لك، أنا شو العلاقة؟ أنا مقلدي السيد الخوي، شو العلاقة بالسيد السيستاني؟ هل يشترط في المرجع الأعلى الإعلامية؟ نعم نعم نعم، الإعلامية مع وجود الاختلاف شرط،